اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايام الشهر المبارك، تنعاد علينا وعليكم الايام بالف خير. حلقه جديده من واحنا لبعض. 18 يوم من الشهر الكريم فاتوا، 18 يوم بنحاول ونجاهد في نفسنا، 18 يوم عزومات ولمة وايام كلها بركه وسعاده وصفاء. حاولنا نجتهد فيهم على قد ما قدرنا، لكن كالعادة بطبيعة الحال كل حاجة حلوة بتخلص بسرعة، ده معروف. تكلمنا على مدار 18 يوم في حاجات كتير قوي، تكلمنا عن ضيق الرزق، تكلمنا عن الفرج، وتكلمنا عن الستر، وتكلمنا عن الكروب والهموم، تكلمت عن حاجات كتير قوي على مدار ال 18 يوم اللي فاتوا. النهاردة هندق البيبان وندخل البيوت ونتكلم عن جبر الخواطر. هو يعني ايه جبر الخواطر؟ ويعني ايه لما ديننا بيقول لنا من عاش جابر للخواطر انجاه الله من جوف المخاطر؟ جوف المخاطر دي كلمة كبيرة قوي. ازاي كلنا بنعيش حياتنا ماشية بستر ربنا؟ ممكن جدا تبقى راكب عربيتك ومركز، يجي واحد يخبط فيك من ورا بهدلك الاكسدام، تنزل في الاشارة تبص ما انتش عارف تعمل ايه بقى، يعني ما انت يعني انت ماشي مركز، والراجل ده خبطك ازاي؟ طب بلاش دي، تبقى واقف وراكن كده عربيتك في امان الله، انت مش قاعد فيها اصلا، عربيه مركونه، ويجي واحد داخل في الباب اللي في الجنب اليمين وبص مبهدلولك، تاخد نفسك وتروح وتدور على حد يصلح لك عربيتك، سواء في توكيل، سواء في الحرفيين، سواء ميكانيكي شاطر، سواء سمكري شاطر، يا رب في ايه؟ ونيجي نقول احنا منقبلش عوض. قاعد في امان ربنا كده، لا بيك ولا عليك، تلاقي التليفون بيرن، ابنك بيكلمك، الحقني يا بابا، انا عملت وخليت وسويت واتخانقت مع صاحبي وضربته بالطوبه فتحت دماغه. ايه يا رب المصايب دي بتحصل؟ ولو قعدت اكلمكم من هنا لبكره كتير فينا ده، وبنمر كلنا كعوائل وكأسر بده كله، محدش فينا خالي منه. ده جوف المخاطر بقى، ده المصيبة اللي كانت لا على البال ولا على الخاطر. دي كده تبقى فاتح شركة طويلة عريضة ويدخل لك موظف يكلمك يقول لك عليك مديونية بقد كده، يا عم ليه؟ في ايه؟ قيس ده بقى في حياتك. قاعد كده في امان الله تلاقي واحد جر شكلك باي طريقه، ما ينزل يجرجرك، يخليك بتوكل في محامي هنا وتوكل في محامي هنا، وقلبك مش مطمن، والجلسه يوم ما اعرفش كام 12 تجري وتروح وتيجي، بقت حدوته تانيه في كل حياتنا بقى ده موجود. تبقى حبايه ظهرت هنا ولا حبه صداع هنا، تلاقي الموضوع بقى انتشر، بقت حاجه تانيه خالص. هو ده اللي بنتكلم فيه. طيب نقف مع نفسنا ونواجه ده ازاي؟ بجبر الخواطر. جبر الخواطر مش ان انت تتعامل بيه مع الغريب بس، ولا زميلك في الشغل بس، ولا صديق ليك بس، ولا جارة جنبك بس، لا، جبر الخواطر انك تتعامل فيه بكل حياتك. اوعى تتخيل انك تعيش بتقول كلمة حلوة لحد، بترد اساءة عن حد، بتجبر بخاطر حد، ان ده مش محسوب لك. محسوب لك، والله العظيم محسوب لك، لازم يبقى محسوب لك، ده وعد ربنا، ده اللي قال لنا عليه. بتدخل ابنك عامل مصيبة ومراتك تشتكي لك، بص ابنك عمل وخلى وسوى، دورها تحكي لك، ده ابنك، تشاركك معاها، ممكن
ممكن تكون الحمل زاد عليها مش قادرة، فتقوم انت داخل لا اما تمسك بقى ابنك تديله بقى طخ طخ طخ، اما تقوله تعالى انا عايزك، وتقعد معاه تسمع منه للنهاية، تكبر خطره انك تسمعه، انك تسمعه يبقى عندك سعة صدر تسمعه. يقولك يا بابا انا عارف ان انا عملت كذا كذا، بس اصل حصل، اصل انا ما اقصدش، اصل تدخل في مرحلة الجدل، في ناس ما بتطقهاش. طب مين يسمعه؟ مين يكبر بخاطره ويسمعه؟ كل ده هتشوفه معانا في حلقتنا النهارده، وان ازاي جبر الخواطر ده عباده كبيره قوي ربنا سبحانه رابطها بعبادات كتير قوي، وشاهد ومطلع عليها. ابقوا معانا ودقايق اروع ما تكون. ساعات كتير كده وانت نازل رايح الشغل الصبح، يعني يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، تلاقي واحد بيبيع كتب على رصيف، تلاقي واحد شايل شنط، الشباب بتشيل شنط كده حاطين فيها ساعات سبح، زي ما يكون بقى نظارات سماعات بتاعت الموبايل، كلها بنشوف ده. فيجي يقول لك الصبح كده ايه، اكبر بخاطري يعني استفتحني. كلمة دي كبيرة قوي، انت متخيل كم واحد فينا بيتمنى ده في شغله؟ كم واحد فينا بيبقى عايز يدخل على رئيسه في العمل ويقول له يا رب يكبر بخاطري بقى ويديني مكافأة كده، ولا يا رب يزودني، ولا يا رب يوافق على الأجازة، ولا يا رب ايه الجمال ده احنا عايشين ده؟ تخيل بقى انت لو من الأرباب الأمر ده، ربنا ما يسدش في وشك باب. لما بتيجي ست تقول ايه، أنا عايزة أروح مشوار وعايزة أشتري كذا، يا رب بقى جوزي يكبر بخاطري ويديني فلوس كلها ما يقطعش. انت متخيل؟ مهم جدا جدا لما بتدخل على والدتك وتقولها كلمة حلوة على الصبح كده، ده لو قلت لها يا ماما وحشتيني، وانت شاب كبير طويل عريض كده متجوز وعندك عيال، ترفع سماعة التليفون وتتصل عليها وتقولها يا ماما وحشتيني. انت متخيل مدى جمال جبر الخاطر في الكلمة دي؟ الملائكة اللي قاعدة على كتفك اليمين هتأيدها ازاي؟ احنا ساعات اللي بنستهون وبنستكتر الحاجة على نفسنا في حين انها بسيطة جدا. منورني ومشرفني الشيخ عبد الحميد عمر، اهلا وسهلا بيك يا مولانا. الله يخليك استاذ، الله يكرمك، الله يخليك. اللي قلته ده صح ولا غلط؟ عين الدين، يعني خلق الكلام ده من كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. دي اخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء ليعلمها للبشرية. والشهر اللي احنا فيها هو شهر جبر خاطر لهذه الأمة. الله تبارك وتعالى جبر خاطر هذه الأمة بهذا الشهر الكريم، وجبر خاطر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام اللي احنا فيها. النهاردة 18 رمضان، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في زي اليوم اللي احنا فيه النهاردة كان فرحان صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا النبي كان فرحان لأن ربنا نصر الحق، نصر الحق وأعلاه وأزهق الباطل ونحاه، خلق هذا الإنسان فسواه، شق له سمعه وبصره، هيأ له في هذه الدنيا طعامه وسقياه، نفخ فيه من روحه فأحياه، جعل له في السماء علامات، وجعل له في الأرض كرامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الأيام اللي احنا فيها دايما والله يا سيدتي بندعو ربنا أنه يكبر خاطرنا، زي ما جبر خاطر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بنقول يا رب احنا عايزين الجنة وخايفين من النار، يا رب نسألك الجنة بلا عمل عملناه، احنا ما عملناش العمل اللي هو يأهلنا ان احنا نخش الجنة، كلنا ندخل الجنة برحمتك ان شاء الله. ونعوذ بك من النار بلا ذنب تركناه، اللهم ان كنا قد عصيناك يا رب في هذه الايام التي نحن فيها، تركنا من معاصيك ابغضها اليك وهو الاشراك بك، وان كنا قصرنا في طاعتك ونحن مقصرون فلقد تمسكنا باحبها اليك وهي شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وان جميع انبيائك واوليائك جاءوا بالحق من عندك. اللهم لا تحرمنا ابدا خير ما عندك لشر ما عندنا، ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى الناس طرفة عين فنطيع. الايام التي نحن فيها هي ايام جبر خاطر. ايه معنى كلمة جبر الخواطر؟ جبر الخواطر اللطف الحقيقي
مع الناس إكراما لرب الناس. الرحمة الحقيقية مع المخلوق إكراما للخالق سبحانه جل وعلا. جبر الخواطر الإحسان إلى نفسك، أن تحسن إلى نفسك بأن تحسن إلى غيرك. أنت لما تحسن لغيرك أنت في الأساس بتحسن إلى نفسك، أن تحسن إلى نفسك بأن تحسن إلى غيرك، فيطلع الله عليك ويطلع الله على عملك وعلى قلبك فيراك محسنا، فتكتب محسنا فتكون من المحسنين. جبر الخواطر ألا تسفه أحدا. جبر الخواطر الحقيقي وجه بشوش، وجه كلام طيب، قلب كقلبه صلى الله عليه وآله وسلم يسع الدنيا بأسرها. جبر الخواطر الحقيقي أن تكون ملجأ في الحياة لمن لجأ إليه، وأن تكون ملاذا في هذه الدنيا لمن استعاذ بك. جبر الخواطر في الحقيقة يا سيدتي هو فقير يعطي لفقير في الحياة. الله تبارك وتعالى ينظر إلى من أعطى وينظر إلى من أعطي إليه، فيرحم من أعطى لعطائه ويرحم من أعطي لصبره وبلائه. فبنظر الله إلى من أعطى وإلى من أعطي يصير كلاهما بنظر الله غني. جبر الخواطر رغيف قبز بحصات ملح في جوف إنسان جوعان. جبر الخواطر في هذه الأيام قطرات ماء في جوء ظمآن. جبر الخواطر خطوة تمشوها فتحسب لك. جبر الخواطر كلمة تقولها فترفع في ميزانك. جبر الخواطر مريض تعوده في مثل هذه الأيام التي نحن فيها فيشفى بمجرد النظر إليك. جبر الخواطر أن تأخذ قلوب العباد معك إلى ساحة الواحد الديان. ده جبر الخواطر الحقيقي اللي احنا عايزين ما يعديناش في شهر رمضان. لما بنيجي نكلم بعض ويقول لك الله يكبر بخاطرك، يمكن أنا عايزة أتكلم في حاجات كتير مع حضرتك جدا. نعم، سحر الكلمة دي كبير قوي. صحيح. يعني أنت لما تهني حد على تربيته لأولاده، صحيح صحيح، أو تهني حد على اختياره لزوجته، صحيح، أو تهني حد على نسب رايح لسه هيتمه، صحيح صحيح، تيجي تقول له يعني إيه النسب اللي شرف ده؟ إيه الناس الحلوة دي؟ يا زين ما اخترت. صحيح صحيح، ده جبر خواطر ده كبير قوي. صحيح. فيجي تاني يقول له الله يكبر بخاطرك طمنتني. صحيح صحيح، الله يكبر بخاطرك والله ده أنت بص مش عارف أقول لك أنت عملت فيا إيه. احنا ساعات بنتعامل بده كتير بيننا وبين بعض، ليه بقينا ساعات بنستكتر او نستخسر نجامل بعض بالكلمة الحلوة؟ يا سيدتي انت تتحدثين عن جبر الخواطر بين الاحباب. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جبر بخاطر الد اعداء النبي عليه الصلاة والسلام. استناني بقى اخد اول تقرير معانا وارجع اسمع الكلام الجميل ده. الله يخليك. نطلع نشوف اول تقرير معانا ونرجع ودقيقه اروع ما تكون، ابقوا معانا. نشكر مؤسسة فاعل خير اللي هي عملت البير واحنا كنا محتاجين والحمد لله 100%. النهاردة جينا نفتتح البير دي لأهالينا في مطروح، كنا من شهرين ثلاثة الناس محتاجة مية، النهاردة بسم الله ما شاء الله البير افتتح في 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 مطروح. بير الحاجة عزيزة عطية خفاجي كتبت إهداء، لم تكتب صدقة أبدا، مع أن الصدقة هي باب من أبواب الجنة كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وطبيعة الحياة إن اللي يستر الناس ربنا هيستره، وإن اللي يفرج على الناس ربنا هيفرج عنه، فكن سببا في تفريج كروب الناس، كن سببا دائما وأبدا في تنفيس هموم الناس، لأنه من نفس هموم الناس نفس الله همه. عندنا مساجد ياما محتاجة أبار، وعندنا يعني الصحراء هنا كلها منصوبة على أمطار شتوية، يعني ما كانش في أماكن تتخزن فيها المية، الناس هتشرب من فين يعني؟ ربنا يجزيها خير والحمد لله المية توفرت أهي، يعني اللي يشرب يشرب واللي يتوضى يتوضى، وما ما عادش عندنا أي مشكلة خالص، يعني من شهر ما كانش عندنا مية خالص الحمد لله. الفرحة الحقيقية لما بنيجي وبنفتح البير ونشوف الفرحة في وجوه وأعين الأطفال والكبار والشيوخ والصغار،
دي الفرحة الحقيقية ودي السعادة اللي احنا كمان بنسعد بيها وبنفتخر بيها عن اي حد في مؤسسة فاعل خير. احنا بيننا وبين السلوم حوالي 50 كيلو. معقول؟ ايوة معقول. وجينا هنا؟ ايوة جينا هنا وعملنا بير، وهنعمل ابار تانية في كل مكان محتاج للمية. حاجة عزيزة خفاجي، ربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتها، اللهم امين. ان اردتم ان تغفر ذنوبكم فتصدقوا، تصدقوا بالماء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة الماء. شوف بقى ده كمان جبر خواص. صحيح. ومحلا احلى ما فيه من كده ما فيش والله. صحيح. يعني شوف فرحة الاطفال الصغيرة دول بقى اللي قلوبهم انا مذيعة بتنزل الشارع. صحيح. تعرفش تطلع منه رياكشن غير لو هو فرحان بجد. صحيح. لو هو فاهم اللي بيحصل بجد. صحيح. تعرفش تاخد منه رياكشن والضحكة والجري والانبساط والسعادة دي كلها. الفرحة دي مالية قلوب الناس كلها، وخاصة الاطفال اللي احنا شايفينها دي. الاطفال دي بعد ما كانتش لاقية مية اصبح قدامها بير مية. الحاجة عزيزة من حقها تفرح في الايام اللي احنا فيها، لان اللي يفرح الناس دي من حقه انه يفرح، لان الناس دي فرحت فرح حقيقي. انت كنت السبب في جبر خواطر الناس، اللي احنا الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه جبر خواطر الناس. انت تعرف الناس دي يا حاجه عزيزه؟ انت ما تعرفهمش، ولكن شاءت اراده ربنا انك انت تعمل لهم بير. فالبير اللي انت عملتيه صدقه جاريه ليكي، وهيدر عليك حسنات. حتى هي كتبت اهداء، ما كتبتش صدقه، عشان ما يعني مع ان الصدقه باب من ابواب الله تبارك وتعالى، سمى الصدقه باب من ابواب الجنه رضوان. ومع ذلك كتبت اهداء باب الجنه رضوان. نعم. يدخلوا منه المتصدقين. صحيح صحيح. يعني انا معلومتي لا صحيح. فالست فرحت قد ايه؟ فرحت كم واحد؟ كم واحد شرب؟ كم واحد دعلة وهو ما عرفهاش؟ أفضل دعوة الدعوة بظهر الغيب، إن لما حد يشرب ويدعي للست اللي هي عاملة الصدقة دي، الدعوة دي مستجابة. هي بتدعي لك دعوة لله، وأي حاجة لله وأي عمل فيه إخلاص لله. الست ما تعرفش الناس دي وعملت الصدقة دي لله، فالصدقة دي فيها إخلاص. فبدل الصدقة فيها إخلاص هتوصل للفرحة اللي احنا شايفينها فرحة الناس. كل الناس فرحانة، الكبير هناك فرحان، لأن خلاص بيه. وزي ما احنا شايفين تجميع 100 طن مية، 100 طن مية هيكفي الناس. يبقى الأمطار لما تملى البير دي يكفي الناس، لحد ما ربنا شاء نعمل بير غير وبير غير وبير غير وبير غير. الناس دي كانت عايشة ازاي؟ الناس دي كانت عايشة محتاجة الحاجات دي، والناس دي هتحتاج أبار على طول، لأن العدد. واحد بيقول لي الناس دي كانت عايشة ازاي؟ ما العدد السكاني بيزيد، عدد المواشي وعدد الأغنام وعدد الناس اللي بتزرع وعدد في كلهم في زيادة. بدل في زيادة يبقى الناس دي محتاجة، والناس دي بدل محتاجة هي محتاجة ساتر. قد إيه المية نازلة حلوة وإحنا في شهر رمضان؟ قد إيه جمال المية، قد ايه لما نشوف الناس بتفتح حنفيها وتشرب، دي حاجة جميلة جدا. اللي صنع الجمال ده انسان جميل، واللي صنع الاخلاق دي انسان عنده خلق، واللي يعمل الحاجات دي انسان عنده صلة حقيقية بالله. الانسان ما يتبرعش بالحاجات دي ويطلع المال ويهون عليه المال. اوعى يكون المال سبب في بعدك عن ربنا. اوعى المال يكون سبب طغيانك، اوعى تتكبر بسبب المال. هو المال ينفع يبقى سبب في بعد عن ربنا؟ سبب يعني ده ربنا اللي اداهولي، ابعد بيه عنه المال يبقى كده مش نعمه، ده نقمه. يا سيدتي المال قوام الحياه، وسيظل باذن الله قوام الحياه، والانسان من يوجهه في الحياه. الانسان من يوجه هذا المال هو ربنا. ادى ملك الدنيا سيدتي لاربعه من الناس، 2 مؤمنين و2 كافرين. الاثنين الكافرين كان بخت نصر ملك، وكان نمرز ابن كنعان. فربنا بيبص بيقول لنا خلي بالك في القران وفي سوره البقره. احنا لو فضلنا نتكلم عن سوره البقره وليه جاي تفصيل الصيام، ليه جه تفصيل ايات الصيام في سوره البقره، الشهر هينتهي واحنا بنتكلم. فربنا يكلمنا في سوره البقره عن النمرز ابن كنعان، يقول لك اوعى تبقى زي النمرز ابن كنعان. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربي؟ النمرز ابن كنعان كان ماشي معدو، وكان ماشي يعني ما كانش متكبر الى ان اتاه الله الملك. اما تقول الم ترى الى الذي حاج، ليه سبب تكبر النمرز ابن كنعان؟ قال اتاه الله الملك. فلما ربنا يديله الملك ويديله المال، واحد فضل اكتر من 400 سنه ملك في الحياه، 400 سنه ملك. فلما فضل 400 سنه ملك قال ده الحياه هتمشي كده. اسمع اما اقول لك، ده انا اللي بحيي وبميت. فربنا يبعته سيدنا ابراهيم يقول له تحيي وتميت مين؟
إن الله يأتي بالشمس من المشرق، طب إن كنت بتحيي وتميت فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالعلماء لما يكلموا عن مرحلة الضلال اللي وصل إليها النمروز ابن كنعان، اللي ربنا بيحذرنا في شهر رمضان وبيحذر الناس كلها اوعى تكون زي النمروز ابن كنعان، قالوا أكبر مرحلة يصل إليها الإنسان في الضلال طيب. هي مرحلة إنك أنت تنسى نفسك، مرحلة إنك أنت تقول أنا المال ده بتاعي وأنا اللي هنسى نفسي. ولذلك ربنا بيقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وقال نسوا الله فنسيهم. اوعى تنسى نفسك في الحياة، انك عبد في الحياة، فإن كنت عبدا في الحياة فكن عبدا لمن عبدك. يعني احنا لما نقول يا رب، هو في حد كده تلاقيه في مشكلة ولك وربنا نسينا ليه؟ فيجوا المشايخ بتاعنا يقولوا لنا لا ده حرام، اللي قلته ده حرام، ربنا منساش عبيده عمر، اللفظ ده غلط. وربنا بنسى حد؟ ده ربنا نسيك، يبقى انت يبقى هو اللي نساك نفسك. ولذلك قلنا اكبر مرحله مش الانسان اللي قاعد على القهوه ولا الانسان اللي بيعمل كذا، ده مرحله اكبر مرحله انك تنسى نفسك. انت نسيت يا استاذه انك انت مخلوقه، هتنسي ان ليكي خالق، ونسيت ان انا مرزوق والنعم بتنزل عليا من ربنا، هنسى ان ليا رازق، ونزلت ان انا مربوب النعم بتتنزل عليا، هنسى ان ليا رب. ولذلك لما بنتكلم عن صله الانسان بربه، الانسان دايما يكون الله مطلع علي، الله ناظر الي، ربنا شايفني. ولذلك سيدنا سالم مولى أبو حذيفة رضي الله عنه وارضاه كان إذا جلنا عليه الليل، سيدنا سالم من ضمن الأربعة اللي ربنا أمرنا أن احنا نتعلم منهم القرآن وناخد منهم القرآن ونحفظ منهم القرآن. وسيدنا سالم عجزت البشرية أن هي تعرف أب لسيدنا سالم، فوالى سيدنا أبو حذيفة رضي الله عنه أرضاه، الإنسان لما يكون مستقيم على دين ربنا فوالى سيدنا أبو حذيفة، سيدنا حذيفة زوجه بنت أخته وبقى خلاص. فلما يجي يجن عليه الليل كان يقول يا سالم ماذا أقول لربي إذا قال لي يا سالم استترت بمعصيتي عن المخلوقين وبارستني بها وأنا عليك من أكبر الشاهدين، لما يا سالم جعلتني في الحياة من أهون الناظرين إليك والمطلعين عليك. هتقول إيه لربنا يوم القيامة اما تيجي تعمل المعصيه كده وتبخل على الناس، وربنا اديك المال عشان تنفق؟ فيا ابن ادم حاجه، كل اللي هينفعنا الواحد هيفعل حسنه واحده، يوم ما يتنصب لينا كل واحد الديوان الموازين هيقف على الحسنه. ولذلك ربنا قال لك كن في الحياه راجل، اوعى المال يتحكم فيك، تحكم انت في المال واياك ان يتحكم المال فيك. تعالوا نطلع نشوف صدقتنا الاولى فين ونرجع لكم مره ثانيه، ابقوا معنا. يقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له قصرا في الجنة، أو قال بيتا في الجنة. الخبرة دي أنا رجلي وجعاني مش بقدر أدوس عليها، وانا بصلي واقف واصلي واركع لله سبحانه وتعالى، قلوب الخير كتيره. شهر رمضان شهر كريم، مش عايزين الا صدق من عباده وربنا ييسر الامور ونشطب المسجد ونصلي فيه، شهر كريم. صعب جدا انك تفوت على بلد وتلاقي فيها المسجد بهذا الشكل، البناء موجود لكن بلا بلاط، بلا شباك، بلا باب، بلا فرش. هذا المكان الذي يقف فيه الإمام، متى يتم الله هذا البناء يقف فيه الإمام ويقول يا أيها الناس اتقوا الله. المال مال الله والبيت بيت الله، فلا تبخلوا بمال الله على بيت الله. احنا عاوزين نعدل الجامعة دي ده لوجه الله، عاوزين نبلط، عاوزين نركب شبابيك، عاوزين نعمل السقف بتاعه، المشوار بتاعنا بعيد واحنا قاعدين في جبل، يعني مش لاقيين مكان نصلي فيه، طول الحجارة عاملة فيه كيف. دي انا رجلي وجعاني مش بقدر ادوس عليها وانا بصلي. يا اهل الله، المال مال الله والبيت بيت الله والفقراء عيال الله، ولا بد ان يعلم ايها الاحباب انه ما من يوم ينشق فجره الا وينادي مناد من قبل الله تعالى
اللهم أعطي كل ممفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا. شوف بس انت كده جرب مع ربنا، حط طوبة في هذا المسجد، حط اسمنت للمسجد، حط بلاطة للمسجد، وربنا سبحانه وتعالى هيمدلك ايده يفك كربك وييسر عسرك ويهدي ولدك ويشفي مرضك، وفي الاخر الجنة تنتظرك بإذن الله. في ناس في حياتنا يمكن بحترمهم جدا، اللي بيبقى عارف اللي ليه واللي عليه، بتقابلهم كتير قوي، بتقابلهم في علاقاتك الاجتماعية، زملاء ليك في الشغل، جيران ليك في نفس العمارة او الكامباوند او المكان اللي انت ساكن فيه، اي مكان او الشارع او الحارة، عارف اللي له واللي عليه. الناس دي بقى بتبقى محترمة قوي، وسيرتها بتبقى طيبة قوي 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 قوي. تيجي تسأل عن فلان يقولك يعني بصوا الرجل ده ما سمعنالوش صوت، الرجل ده بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ينزل يصلي العصر في الجامع ويستنى الفجر قبل الأذان، تسمع فيه الخير كله. طب إلا أكسبه الصفات دي، هو بقى كده إزاي؟ هو طب دي حاجة بنتعلمها ولا هو جين بنورثه من أبائنا وأمهاتنا؟ دي بتبقى ناس عرفت حق ربنا في بدنها وفي مالها وفي حياتها في نفسها، نفسها عرفته، عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى له حقوق علينا، في ان احنا نشكره، في ان احنا نحمده، في ان احنا نترجاه، في ان احنا ندعيه، في ان احنا يعلمنا ازاي نقف على بابه ونقول يا رب سلمنا امرنا ليك، فما تحسوش كده بيناهد كتير. صحيح. اكيد بتشوفه ده لازم، ما حدش يعرف اللي له واللي عليه غير ان كان يعرف حق ربنا ايه الاول. صح. اما يكون عنده صله بربنا. صح. اللي ما عندوش صله بربنا واللي ما عندوش معرفه بربنا حقيقيه، هو ماشي كده يعني غطراسه كده وحاطط في دماغه ان الحياه هتمشي كده. ابدا الحياه مش هتمشي كده. اوعى تنسى نفسك، لازم تعرف اللي ليك ايه زي ما حضرتك بتقولي واللي عليك ايه. وان عرفت اللي ليك ايه واللي عليك ايه، حتى يا سيدتي مع العداوه، حتى اختلفنا في يوم من الايام ولا بقناش نتكلم، اعرفي برضه اللي ليكي واعرفي اللي عليك. اعرفي ان احنا كنا في يوم من الايام بناكل مع بعضنا، اعرفي في يوم من الايام ان كان سرنا مع بعضنا. يعني في ناس بالعداوه، في ناس غدر، في ناس نفضل طول عمرنا اذا خاصموا فجروا. يا سيدتي هذا قول الحبيب صلى الله عليه واله وسلم، اللهم خلقنا في الحياه ملائكه، الملائكة الراكع فيهم يظل راكع إلى يوم القيامة، والساجد يظل ساجد إلى، والقائم والذاكر، وفي النهاية يقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك فلك الحمد. الله خلقنا بشر في خلافات موجودة ونخطئ ونصيب، ولكن إن في يوم من الأيام نختلف مع حضرتك فابتدي بقى أتظاهر بالعداوة وأقول اللي ما حصلش، ولذلك أفضل ما قالوا اللي مش فيه. صحيح. قالوا أقول اللي مش فيه، ده اسمه يعني فتحت قلبي لكل الناس محتسبا أجري، وما كان لي في الناس أطماع، أرى مساوئ قوم فأسطرها وأشتري بنفيس الود من باعه، لي قدرة في احتمال الناس كلهم إلا الذين لهم في الحمق إبداع. نختلف، يبتدي يبقى عنده عنده إبداع في الحماقة، عنده إبداع في الغطرسة، عنده إبداع إن يجيب لك عيوب ويركبك ذنوب. طيب انت فين من الكلام ده؟ فالبني ادم اللي يعرف اللي له واللي عليه يعرف حق ربنا، يعرف ان المسجد اللي قدامه ده خير جاله ربنا، ده بيت مين؟ اما تساله انت المشاهد ده بيت مين؟ يقول بيت الكريم. طب انت ما انت عايز كرم في شهر رمضان، وبيت الغفور، ما انت عايز مغفره في شهر رمضان، وبيت اللي انا هحتاجه يوم القيامه. طيب واحد بيشوفني انا وحضرتك وجري بيه العمر وعمره ما عمل صدقه، تقول له ايه؟ الباب مفتوح، الباب قدامك مفتوح. كلمة دي حلوة منك يا شيخ حميد. الله تبارك وتعالى، يا سيدتي اللهم خلقنا في الحياة ليعذبنا، يعني الله ما خلقنا في الحياة ليعذبنا في هذه الحياة، ربنا أرحم بنا لأن هو اللي خلقنا، فهو أرحم بنا من الأم. طب اللي أرحم بك من الأم مش عايز يوديك النار؟ ده النار دي اتخلقت لناس غيرك، واتقوا النار التي أعدت مش لك، ده للكافرين. طيب اوعى تكفر بنعمة ربنا، خليك مع ربنا. انت لو كفرت بالنعمة
في ناس يا سيدتي تستغل نعمة ربنا في محاربة ربنا، تستغل النعمة في المحاربة، دي اللي عملته ثمود. أول حاجة عبدوا النعمة، النعمة دي أنا لا أنا اللي بقيت دكتور وأنا اللي بقيت شيخ وأنا اللي بقيت كذا، عبدوا النعمة. تاني حاجة بعد عبادتهم بالنعمة بعد ربنا قال لهم اذكروا اجعلكم خلفاء من بعد عاد، شوفوا اللي قبلكم راح فين، اوعى تمشي في طريق الغلط، اوعى تمشي في طريق البخل. احنا استفدنا ايه يا سيدتي من البخل مدى الحياة؟ انت عايز تبقى غني بالعافية؟ يعني حاطط في دماغك ان عدم الانفاق هو اللي هيخليك غني؟ طب شوف اللي بخل بالمال عمل ايه؟ ابدا. انت عايز تبقى غني بالعافية؟ البخل مش هيجيب غنى، هو ربنا الله تبارك وتعالى لا يحارب. فشوف اللي قبلك عمل ايه، اللي قال انا احيي واميت اللي انا عمل ايه ربنا فيه، خلاه عبرة لمن يعتبر. حتى عايز يعمل الصدقة دي رحمة ونور على أبوه وأمه في الأيام المغفرة، وهيتمنى ربنا ويترجاه ويقول له يا رب اغفر لأبويا وأمي. يغفر لو عمل الصدقة ربنا هيغفر له. حساب البير ده كام والسهم في المسجد ده؟ المسجد زي ما احنا شايفين عايز محارة، والمسجد ده عايز دور مية، والمسجد ده عايز بير. المسجد ده ما احنا شايفينه من النهاردة لما يشوف الخير ده، ده خير جالك في شهر رمضان. فلما الخير يجي لك في شهر رمضان حاول تقول انا المحارة دي بتاع المسجد ده هتتكلف قد ايه، طب انا عليه الاسمنت بتاع المحارة، طب انا عليه اجرة العمال، احنا عاملين السهم ب 5000 جنيه. المسجد الواحد اللي زي ده عايز اسهم معدودة، عايز بير ب 30000 جنيه. هتقدر تعمل البير للمسجد ويبقى ينكتب عليه اسمك لوحدك؟ ماشي. عايز تقسمه على اسهم من فيه سهم ليك وسهم، ما تسيبش زوجتك. زوجتك اللي تعبانه معاك في الحياه اوعى تسيبها في شهر رمضان، ده جبر الخواطر الحقيقي. لما تكبر بخاطرها ربنا اقسم بالله ليكبر بخاطرك، انت اكبر بخاطرها في الحياه نوبه. حاول تكلمها كلمه ما تكسرهاش قدام ولادها، ده انت لما تعمل لها بير قدام ولادها كده بدل ما انت بتعمل تتكلم الكلام، اما تعمل لها شريكتك في الحياه، شريكتك في الدنيا، شريكتك وكانت حسن الشريك يعني. يعني حاول تكبر بخاطرها نبقى ده. انت يمكن زعلتها نبقى قدام ولاد، فلما تيجي انت تقول لها تعمل لها صدقه جاريه يبقى انت جبرت بخاطرها قدام ولاد. عايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن حته بقى زعلتها قدام ولادها دي بتبقى من الحاجات اللي بتكسر بخاطر الست جدا. صحيح. يمكن انا عايز اقول لك بقى لان يمكن الاقاليم والصعيد يتفوقوا عليها عن العواصم والمدن. صحيح. يتلاقيه عايز مراته هيتخانق يقولها يا ست ام فلان ادخلي عايزك. صحيح صحيح. ويقبى جدا ان صحيح. هو يعرضها او يعلي صوته عليها قدام. صحيح. في رمضان او بره رمضان ده كسر للست، كسر للزوجه قوي. اما تهينها قدام ولادها، هي تعرف تربي ولادها ازاي؟ انت اهنتها، حتى لو انت بتتكلم كلام، انت بتتكلم من منطلق رؤيتك انت. انت لو قلبنا الايه ممكن تشوف الامور انت ما انت مش ما انت مش ربنا ما يعني انت مش انت اللي شايف كل شيء كل حاجه في الكون. لا ما اريكم الا ما ارى. دي يا سيدي عصر مضى وعصر انتهى. قالوا لو كانت النساء مثل هذه النساء اللي تربت في مدرسه النبي عليه الصلاه والسلام، سيده فاطمه لما تشوف اولادها تعبانين تساعد جوزها من وراء اولادها كده، من وراء سيدنا الحسن طب خد الرداء بتاع رداءها، رداء السيده فاطمه بقى. ولما تروح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ابشر يا علي، سيدنا علي يروح يبيع بستة دراهم باختصار، فلما يبيعوا لقى جماعه في السوق هيموتوا من الجوع يديهم الدراهم، فيلف في السوق فيلاقي واحد بيبيع ناقه، عايز الناقه دي سيدنا ناقه جميله، سيدنا علي بص عايز الناقه بكام؟ ب 100 درهم، ابيع ب 100 درهم، سيدنا علي يشتريها، يلف في السوق واحد يقول له الناقه دي جميله قوي يا ابو الحسن تبيعها؟ قال له بكام اشتريت؟ قال له ب 100، قال له انا هديك فيها 60 تكسب ب 160، فياخد الفلوس ويصبها في سيده فاطمه تقول له انت جبت الفلوس دي منين؟ يقول لها حصل كذا تجاته مع الله فاربحني الله، تقول له مش هناكل من المال حتى اروح للنبي، فيروح للنبي فالنبي على اول ما خش عليه يبتسم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويقول له ابشر يا علي تاجرت مع الله فاربحك الله، فالبائع جبريل اللي باع لك الناقه جبريل والمشتري ميكائيل، والناقه هذه مركب فاطمه في الجنه، ابشر فوالذي لا اله غيره لقد اعطيت ثلاثا لم يعطهن احد غيرك، لك زوجه هي سيده نساء اهل الجنه، ولك ولدان هما سيده شباب اهل الجنه، ولك سر هو سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تعالوا نطلع شوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. الله أكبر الله أكبر. هذه الأيام الطيبة التي نعيش فيها نأتي إلى بيت من بيوت الله لا يوجد فيه أيضا ماء، ويحتاج إلى استكمال هذا البئر. هذا البئر
يحيي هذه المنطقة كاملة، مسجد وسكان هذا المسجد يحتاج إلى بئر في هذه الأيام الطيبات المباركات. من منكم يسعد هؤلاء وينظر إليهم ويدخل الجنة؟ أرجوكم أنكم تساعدونا على هذا البحر في هذه المنطقة، منطقة أولاد بلد واحد، وأنهم محتاجين للماء. الناس تصلي صلاة التراويح والناس تجي من بعيد والناس بتجيب المية في جراكن، وأنها موضوع المية هذا موضوع عندنا أنا موضوع متعب، ونرجو أي واحد أبن حلال يساعدنا في هذا الموقف. طبعا احنا شغالين طبعا في هذا البير، وقفنا بالنسبة للحالة المادية ما تسمحش، لأن الناس هني حالتها ضعيفة، في ناس حتيجي إن شاء الله حتتوضى وحت صلاة القيام وصلاة التراويح تمام، والناس طبعا تيجي من بعيد، وحتى الناس ما المية بيجيبوا فيها من البيوت في جراكن، والناس تعبد، وحتى الحالة المادية أنا ما تسمحش. أنت مستني إيه علشان تتصدق؟ مستني ايه علشان تقرب من ربنا؟ هيجي اللي يندم يوم القيامة ويقول يا رب سيبني اخرني لحد ما تصدق، لحد ما انفق واخرج مما معي حتى افوز بالثواب وحتى افوز بالجنة. مؤسسة فاعل خير جت النهاردة علشان نكمل البير ده. صدقات في الماء أعظم الصدقة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. من ينظر ليسعد قلب هؤلاء؟ بدأوا ولكنهم توقفوا. ضيق ذات اليد، وأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء. يتوضؤون وتؤجر أنت، يشربون وتؤجر أنت. الله الصورة اللي بتتكلم وشرحها نفسها، الصورة اللي واضحة وأهم وأكتر من ألف كلمة، يعني لو أنا غبت وصفها هي شرحها نفسها. المسجد ده محتاج إعمار صحيح، محتاج السهم فيه بكام؟ الإعمار ب5000 جنيه، ومحتاج طيب. برمي أنا معرفتي كالعبد الفقر لله بقيمة المساجد لا حاجات كتير قوي، اعلم جيدا انها تقام فيها كل امور المسلمين، مش عبادتهم بس، صحيح، جنازتهم صحيح، يصلوا على الميت بتاعهم صحيح، ويغسلوه ويكفنوه صحيح، عقد قران اولادهم فرحتهم صحيح صحيح، يكتبوا كتاب بناتهم واولادهم ويناسبوا غيرهم، شعائر من شعائر المسلمين بتقام في المساجد صحيح. ثم تاتي بقى اللي هي بتخدم الغريب وهو جاي، انا معرفتي بيها اكتر كمان لما دايما بدخل البلاد وبلف في تفاصيل بقى طول السنه صحيح. بلاقي كل حد ليه مسجد، اللي هو بيبقى حريص انه يبقى له مسجد في قريته صحيح، فبسال يعني مين الشخص ده صحيح، من اسمه اللي على المسجد صحيح صحيح، يقول لك ده فلان الفلاني الله يرحمه صحيح، فاحنا دايما في القرى والمحافظات بيوصفوا جنب المسجد الفلاني صحيح، بعد المسجد الفلاني بقد كده صحيح، بعد مسجد المرحوم فلان صحيح. هو ليه حرص المصريين على بناء المساجد احياء واموات صحيح. تلاقي ولادهم بيقول لك انا هبني بابا مسجد صحيح. ايه بقى المساجد بتقام فيه شعائر الاسلامي، والمساجد يا سيدتي من افضل الاعمال، ولكن عشان نكون منصفين، الانسان اللي احنا بنقعد في المؤسسه ونلاقي ناس محتاجه بير مي، المسجد اللي قدام حضرتك ده محتاج بير، اللي النهارده اللي هيقول الخير الخير جالك لحد باب البيت ودخل عليك البيت حتى في المكان اللي انت قاعد فيه، شفت الخير ده قدام. النهارده لما تقول انا هعمل البير ده اعمله، ولكن احنا لما 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 بنقعد مع بعضنا في المؤسسه ونشوف الاحتياجات بتاع الناس، لو انسان محتاج ميه الاول احنا مش هنحتاج المي بتاع الميه ده ما يستناش ولا ساعه واحده، اللي محتاج بير ميه يشرب منه
ما بنستناش عليه ساعة. المسجد ده ممكن يقعد يوم، ممكن يقعد شهر، ممكن يقعد شهرين، ما فيش مشكلة. البير بتاع المية اللي الناس هتشرب منه، واللي كل الناس وكل اللي رايح واللي جاي اللي عايز يشرب نقطة مية، ده هيستنى لإمتى؟ ده ما يستناش. المسجد ده لو ما فيش مسجد ممكن نصلي في ممكن نصلي في الشوارع، فيش مشكلة، صلي ببيت. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلما بيعرض علينا أعمال كتيرة موجودة بنشوف أيهما أكثر احتياج، إن هو اللي ما يستناش. سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء قال الأفواه الجائعة أولى بالصدقات من بيت الله الحرام. أما تلاقي قدامك إنسان هيموت من الجوع زي ما اتكلمنا عن سيدنا علي، هو ولا المسجد؟ لا، احنا بنخلي المسجد مع انه بيت ربنا، بيت الكريم، واحنا عايزين كرم في شهر رمضان، وبيت الغفور، واحنا عايزين مغفرة، وبيت وبيت وبيت، ولكن في بيبقى في اولويات. المؤسسة لما بتقعد بتحاول الناس الحاجة اللي احنا محتاجينها الاول بنحاول نقدمها الاول، وبنقعد نقعد مع بعضنا. المسجد ده السهم فيه ب5000 جنيه، ودي حملة ال 150 بير اللي احنا قلنا مش هنطلع من شهر رمضان غير لما نعمله، نعمل ال 150 بير وباذن الله. السهم ده يبقى رحمة ونور على امي، بنت افتكرت امها وعايزه تعمل لها المسجد ده رحمه ونور عليها، ينفع؟ ده دي صله البر الحقيقيه للام، صله البر الحقيقيه للام، انك تعملي صدقه جاريه لامك سواء ماتت سواء حيه. لان بالصدقه دي سواء ماتت او سواء حي. الصدقه للاحياء والاموات، وانا لما اقول انا هعمل صدقه لنفسي للاحياء وللاموات، ولو ماتت يبقى الصدقه افضل وابلغ، لان اللي انقطع عن الحياه دي عرف الحقيقه، عرف الدنيا اللي احنا عمالين قد نجد فيها ما يسرك وقد نجد فيها ما يغرك اصبحت خيالات. الحقيقه الانسان لما يجي يموت وينكشف قدامه العالم يعرف الحقيقه، يعرف ان الخير المفروض كان يعمل الخير لهذا، ياخذ من حياته لحياته ومن حياته الدنيا لحياته الباقيه. لان مين اللي ينفعك يوم القيامه؟ ما فيش حد هينفع حد. يفر يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته، كل انسان حتى الام وحتى الابن يفر من الام يوم القيامه. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مره تانية، ابقوا معنا. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ما عندناش مية عشان نشرب شوية مية، بنطلع برا بالكاريتا اللي هي أبو الحمار لآخر الدنيا عشان نكب حبة المية دي. وبيتنا هودي مش عارفين حتى نعرشه، واللي النطر بينزل علينا، تنزل المية على العيال كلهم في السقف كده بيشروا المية عليهم. بجيب ميه من اخر الدنيا على دماغي، ما عنديش ميه ولا عندي توصيله ميه، بجيب ميه من اخر الدنيا على دماغي. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات واوقات، وخير الناس من بين الانام رجل تقضى على يده للناس حاجات، لا تقطعن يد المعروف عن احد ابدا ما دمت تقدر. المطر بينزل علينا وعلى عيالنا، واحنا هودي، وانت شايفين حالتنا هودي، وشوفوا المطبخ بتاعنا والباب كله وسقف جريت، والله العظيم الباب مليان فيران وحشرات وكل حاجه. محتاجه وكل حاجه زي ما انت شايفين العقيده هي، ومحتاجين تلاجه، محتاجين اي، والعقيده دي تتعاقد كله زي ما انت شايف حالتنا. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أم هاشم متعيطيش، يلا متعيطيش، احنا هنبقى هنعمل لك كل اللي انت عايزاه، أهل الخير هيعمل لك كل اللي انت عايزاه، متعيطيش بالله عليك، احنا كلنا أولاد. قولي انت عايزه ايه؟ عاوزين غساله، عاوزين تلاجه، عاوزين فرن مغرده ونخبز في رغفه للعيال بس، والعريشه دي تتعقد للولد دي. ينفقون في السراء والضراء ليهم ايه يا رب؟ جنه عرضها السماوات والارض. وانفقوا ان الله يحب المنفقين. يمكن الحلو فيكم صحيح
وانتوا قاعدين قدامنا قدام السادة المشاهدين. الله يخليك يا سيدي. زي ما بتبقى جوه العقر دار الموقف. صحيح صحيح. زي ما بتبقوا واقفين قدام الحالة. صحيح صحيح. فيكوا صدق. صحيح الله. وإخلاص للنوايا وده بيبان عليكم. كلكم بحق الله، إن كان حضرتك ولا مولانا الشيخ إبراهيم الدسوقي ولا الشيخ أحمد وهدان. اللي أنا بقول له توجلناش ليه؟ خلوه يجي لنا بقى. يعني خلي الشيخ أحمد وهدان يجي لنا مرة كده. يدعي لنا في العمرة بقى وفي عمرة إن شاء الله. يلا تقبل الله، الله ذنب مغفور يا رب العالمين. صحيح. وعمرة مقبولة إن شاء الله. المطلوب هنا إيه؟ المطلوب دي الحالات اللي إحنا مش عايزين العيد يجي إلا لما نفرح الناس دي. أنتوا هتكونوا سبب في فرحة الناس دي إن شاء الله. وربنا هيفرحكم. والعيد ده بيتهم. نعم ده بيتهم. ده بيت، ده بيت ناس عايشه فيه. دي عيشتهم. ده الوضع الطبيعي، ده الوضع الطبيعي. ودي الحالات اللي احنا بنحاول نجيبها ده للسادة المشاهدين. يعني بنجيب حاول حالات اللي هي الادميه شويه، انما ده الوضع تعبان. فانت هتفرح الناس دي عشان العيد مش هيجي عليه غير لما ربنا يشيل عنك الهم. الحاجه اللي انت بتعاني منها، ابنك اللي تعبك، الشركه اللي مزهقاك، العربيه اللي عمال تصرف عليها، عندك تعب وعمال تروح لهنا لهنا لهنا، لقصات والله يا شيخ، الحاجات اللي انت تعبك دي ربنا هيودع عنك الهم. فانت لما تفرح الناس دي ربنا هيفرحك. احنا عاملين حمله 500 سقف و500 حاله زي اللي انت شايفها قدامك دي. ما يجيش العيد غير ما نكون عاملين. قلنا السهم في السقف اللي انت شايفه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه مش كتير عليك في فرحتك، انك تفرح فرحه حقيقيه ب 5000 جنيه، انت بتدفع فلوس كتير وفلوس كتير عشان تفرح. طب هي دي الفرحه الحقيقيه اللي هتفضل لك في الدنيا؟ وافضل من وجودها في الدنيا وان هي تفضل معاك في الدنيا ان تفضل معاك يوم القيامه، انك تستر انسان فربنا يسترك. طيب هسالك سؤال اخير قبل وقتي ما ايه هو اسبوعي مصمم اللي انا اختمه، بس انا هستنى واسال السؤال. حاضر يا استاذ سباحي. عايز اقول لحضرتك حاجه. اخ مخاصم اخوه وشايل منه قوي. نعم. احنا كنا في صله الارحام برده. صحيح. عايزين نتكلم لان احنا في شهر رمضان والمغفره. صحيح. اكيد احنا عاملين له حلقه. صحيح. ولكن انا عايزه حضرتك، شايل منه، زعلان من عمايله. صحيح. اخت زعلانه من اختها. صحيح. من عمايلها، من قساوتها. صحيح. ممكن تكون اذتها اذى كبير قوي. هي دي طبيعه الحياه. صحيح. يغفروا ازاي؟ صحيح. قولي بقى يغفر ويتغاضى عن حقه ازاي؟ يا سيدتي، الدنيا من اولها الى اخرها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. لا تساوي ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سكى الكافر منها شربة ماء. الانسان اللي عنده هم اللي احنا بنتكلم فيه ده هم، لما الانسان يحاول يطلع من وقته ربنا ويطلع من ماله ربنا ويطلع ويستر الناس ربنا، ان شاء الله كل الهموم اللي عندك هتزول بالصدقه باذن الله. فحاول. الدنيا، الحبيب صلى الله عليه واله وسلم يا سيدتي قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. يغفر ازاي؟ يسامح ازاي؟ يقول لك انتوا مش حاسين اللي جرى لي، محدش حاسس بالنار اللي شفتها، دي كانت هتخرب لي بيتي، تخربت لي بيوت ولادي. سامح لله، سامح، لان انت محتاج المسامح من ربنا. ان عفوت عن الناس فيما بينك وبين الناس عفى الله عنك فيما بينك وبينه. طيب ان عفوت عن الناس فيما بينك وبين الناس لله عفى الله عنك فيما بينك وبينه. نورتيني وشرفتيني الشيخ الحميد عمر. الله يخليك. شكرا. الله يخليك يا استاذ. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده. انتظروني غدا وعنوان جديد وموضوع جديد جوه حياتنا في شهر رمضان الكريم. في نفس الميعاد استنوني، والإعادة على صدى البلد 2 الساعة 4 عصرا. كانت معكم نهال طايل في أمان الله.